السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله عنا المفيد في الرياضيات للمستوى الرابع ابتدائي، صفحة 15. إذن عنا التمرين الثالث، باقي في الدرس الثاني، متوازي الأضلاع والمستطيل المعين والمربع. عنا التمرين الثالث، قالوا لنا أتتبع شريط الإنشاء وأرسم على ورقة مستقلة متوازي الأضلاع A B C D. إذن كيف ما قالوا لنا نتبع هذا الشريط، هذا المراحل، هذه المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، باش نتوصل لهذا الشكل وهو متوازي الأضلاع للإسم ديالو A B C D. إذن غناخذ ورقة مستقلة ونحاولوا نرسموا هذا الشكل هذا وهو متوازي الأضلاع ان شاء الله، ونبداو على بركه الله. اذا غنشوفوا المرحله الاولى، قالوا لنا في المرحله الاولى غادي نديروا واحد الضلع اللي هو الطول ديالو 5 ديال السنتيمتر، اللي مسميتو ا بي ا بي. اذا غناخذوا الضلع الطول ديالو 5 ديال السنتيمتر، غادي نعبروه بالكوس ولا بالمسطره، بحال عندهم نفس الطول نفس القياسات 5 ديال السنتيمتر كما تلاحظوا. عندنا هاد الضلع هذا ا دي اللي هو الطول ديالو 3 ديال السنتيمتر، حتى هو 3 ديال السنتيمتر. غادي نحاولوا نقادوا الكوس ولا المسطره اللي جينا القياسات متساويه. اذا هذا كما تلاحظوا هذا ا بي اللي هو الطول ديالو 5 ديال السنتيمتر كما تلاحظوا، وهذا ا دي اللي الطول ديالو 3 ديال السنتيمتر. اذا دابا كما تلاحظوا في المرحله الثانيه غادي ناخذ المسطره كما تتشاهدوا هنايا، غادي نحاولوا نديروا واحد الزاويه قائمه بالمسطره والكوس. غادي نحاولوا نديروا واحد الزاويه القائمه بالمسطره والكوس بحال هذا الشكل هذا، اللي هو يكون على هذا الشكل هكا كما تلاحظوا. وغادي نحاولوا نديروا واحد الزاويه قائمه هنا بشكل وهمي بحال هكا. دابا غادي نحاولوا نديروا الضلع الاخر وهو فيه متقابل، هاد الضلع يكون الطول ديالو 5 ديال السنتيمتر حتى هو كما تتشاهدوا 5 ديال السنتيمتر ها هو دائما. اذا هذا الضلع متقابل هذا الضلع، اذا عندهم نفس الطول 5 ديال السنتيمتر. قالينا هذا اللي هو مقابل هذا الضلع ديالو اللي الطول ديالو 3 سنتيمتر. دابا غنحاولوا ناخذ القياس ديالو يكون متساوي مع الضلع المتقابل له المتوازي له كما تنشاهدوا هنايا، هذا 3 ديال السنتيمتر وهذا. اذا هنا هذا الضلع ا بي نس سي دي، هنا 3 سنتيم 3 سنتيمتر عفوا، هذا الضلع مقابل هذا الضلع ديال الاخر متوازي معه، اذا حتى هو 3 سنتيمتر، وهذا الضلع 5 سنتيمتر مقابل هذا الضلع اللي هو 5 سنتيمتر مقابل له، اذا هما ضلعان متوازيان ومتقابلان. اذا هنا نكونوا توصلنا لهذا الشكل وهو متوازي الاضلاع ا بي سي دي. اذا نشوف التمرين الرابع، قالوا لنا هنا اتتبع شريط الانشاء وارسم على ورقه مستقله متوازي الاضلاع ا بي سي دي، علما ان سي دي يساوي 5 سنتيمتر. اذا الضلع سي دي تساوي يكون فيه 5 سنتيمتر،
والضلع AD يساوي 3 سنتيمتر. إذن هما داو لينا الشكل هنا في المرحلة الأولى. كيف ما قالوا لنا CD وهو هذا CD اللي هو الطول ديالو، هذا الضلع هذا الطول ديالو 5 سنتيمتر هنا باش نوضح لكم، و AD 3 سنتيمتر. إذن هذا الضلع اللي يكون مقابل لهذا خص يكون فيه 5 سنتيمتر، والضلع اللي مقابل لهذا خص يكون فيه 3 سنتيمتر. إذن هنا غادي نديرو ثاني على ورقة مستقلة، ولكن في هذه الحالة هذا الضلع هذا وهذا ما غاديش نديروه بالكوس المسطرة، غادي نديرو ليه البركار. إذن هنا في التمرين الثالث استعملنا الكوس المسطرة، هما بغاو يوريكم كيفاش ديروا متوازي الاضلاع سواء بالكوس والمسطره ولا بالبركار. اذا غناخذ ورقه مستقله ونبداو على بركه الله ان شاء الله. دابا غادي نديروا حد الضلع الاول وهو السد اللي يكون الطول ديالو 5 سنتيمتر، وهو هذا كما تشاهدوا يكون فيه 5 سنتيمتر. نبداو من هذه النقطه حتى الخمسة، هو هذا الضلع الطول ديالو 5 سنتيمتر، وهذا سميتو سي دي. غادي نديرو الضلع لي ا دي الطول ديالو 3، هذا الضلع ا دي 3 سنتيمتر حتى هو 3 ديال السنتيمتر كما تلاحظوا. ثلاثة سنتيمتر هو هذا. إذن هذا الضلع ا دي طول ديالو 3 ديال سنتيمتر. إذن دابا غناخدو البركار. إلا بغينا نديرو هذا الضلع هذا هنا، غادي نبداو بهذا الضلع، خصنا نقيسو هذا لأن هذا الضلع متقابل هذا ومتوازي معاه. إذن هما ضلعان متقابلان متقايسان، غادي نقيس هذا وغادي ندير هذا الضلع. بينا نبداو بهذا الضلع هذا غادي نقيس هذا الضلع اللي فيه 5 سنتيمتر. اذا انا دابا غادي نبدا بهذا الضلع اللي هو ا دي 3 سنتيمتر، وهذا نقيسو بحال هكا. الفتحه ديال البركار تبقى كما هي. غادي نجيو لهنا غادي نحطو الشوكه هنايا، وغادي نديرو واحد الخط، غادي ندير واحد الخط بحال هكا. اذا خدينا هذا الضلع هذا، دابا غادي ناخذ هذا الضلع هذا كما تنشاهدوا، نخليو فتح هذا البركار على حساب هذا الضلع ها هو. دابا غنحطوا الشوكه هنايا وغادي نديروا واحد، نحاولوا البركار ما نحركوش ليه، حاولت نوريكم ولكن خسر لي الخط. غادي نعاودو، خاصو شويه ديال التركيز. تنعتذر انا عيانة شويه، ما عنديش، عندي التركيز قليل. ها هو 3 سنتيم. اذا غنديرو هنا 3 ديال السنتيم كما تلاحظوا. إذن هو هذا الضلع، غادي ناخذو من هنا وغادي نديرو واحد الخط كيف ما تتشوفوا على هذا الشكل هذا. تنعتذر التركيز، نجيكم عيانة شوية. اذا ناخذ هذا الضلع هذا اللي هو الطول ديالو 5 سنتيمتر باش نديرو مقابل له كما تتشوفوا من هنا. اذا جنب بعيد هذا شويه، نعاود نقيس. اذا دابا في هذا الملتقى هذا ديال هادو هو اللي غيكون الضلع اللي الطول ديالو 5 سنتيمتر، وهذا
قابل للدلع، عفوا هذا اللي الطول ديالو 3 سنتيمتر كيف ما تنشوفوا، غادي نلقاو 3 سنتيمتر تماما. وهذا اذا وهذا يكون الطول ديالو 5 سنتيمتر كما تلاحظوا. وهذيك اذا هذا الضلع ا دي سي، وهذا الضلع هذا بي. اذا هنا 5 سنتيمتر، ننتظر هنا 5 سنتيمتر حتى هنا غتكون 5 سنتيمتر، هنا 3 سنتيمتر حتى هنا 3 سنتيمتر كيف ما تلاحظوا. هذا هو عندنا هذا الضلعاني، هذا الضلع متوازي ومتقابل مع هذا الضلع، وهذا الضلع متوازي مع هذا الضلع هذا. اذا لهما ضلعاني متقابلان ومتقايسان، وكذلك هذا الضلعان متقابلان ومتقايسان ومتوازيان. اذا غنمشيو الحصه الرابعه. قالوا لنا املأ الجدول برقم الشكل المناسب، عطاونا هنا بعض الاشكال وغادي نرقموهم هنايا. اذا عندنا المستطيلات، قالوا لنا نقلبوا على المستطيلات. كما تنشاهدوا المستطيلات، نقلبوا على المستطيلات. هذا مربع، هذا مستطيل، الاشكال الاخرى ما كاينش فيها هذا معين. اذا الرقم 6 هو المستطيل فقط، رقم 6. عندنا المربعات، المربعات كما تلاحظوا هذا هو المربع، هذا ليس مربع، هذا ولا هذا ولا هذا. اذا عندنا 7، رقم 7 هو المربع. عندنا المعين، المعين هو الرقم 4، وهذا المعين ليس هذا، هذا متوازي المستطيل الاضلاع، متوازي الاضلاع هذا، هذا هو المعين رقم 4. متوازي الاضلاع، متوازي الاضلاع عندنا 1 و 3، هذا هو متوازي الاضلاع، هذا المعين، هذا متوازي الاضلاع 1 و 3. اذا غادي نمشيو للتمرين السادس. قال لنا اكملوا الاشكال باستعمال الادوات المناسبه. عندنا هنا نكملوا المعين والمستطيل والمربع. اذا هنا عندنا المعين، المعين كيف ما شفنا عطاونا واحد الضلع، هذاك الضلع غادي نقيسوا ليه شحال عنده، 1 سنتيم. هذا الضلع فيه تقريبا 3 سنتيم، قل 2 ديال المليمتر. نحسبوا حنا 3 سنتيم لان خصنا يكون، غادي نديروا هنا واحد الضلع ولكن ما يكونش عنده زاويه قائمه، ما نديرولوش بحال هكا، لان المعين ليس له زاويه قائمه. كما قلنا ما خصناش نديروا الزاويه القائمه، الا درنا بحال هذا الشكل هذا ودرنا له زاويه قائمه غيولي مربع وليس بمعين، المعين ما عندوش الزاويه القائمه. اذا غنحاولوا كيف ما قلنا نديروا 3 ديال الضلع في 3 سنتيم، ولكن نحرفوا المسطره ولا الكوس واحد شويه بحال هذا الشكل هذا، يكون منحرف شويه، لا ما يكونش عنده، حاولوا ما نديرولوش زاويه قائمه. المعين عنده نفس الاضلاع، عندهم نفس الطول. الى عندنا هنا 3 سنتيم، 3 سنتيم، 3 سنتيم، 3 سنتيمتر، سنتيمتر عفوا. اذا هنا غادي ناخذوا البركار وغادي نحاولوا نقيسوا هذا الضلع، ناخذوا القياس البركار وغادي نديرو الضلع هنا، البركار تيتفتح. نمشي هنا بحال هذا الشكل، اها
غادي ناخذ الفتحه اللي هي نفس الفتحه وغادي نديروا ليه من هنا. اذا في هذا الملتقى هذا فين غادي يتلاقاو الاضلاع الاخرين، ولا قيسناهم غنلقاهم عندهم نفس بحال هكا 3 ديال السنتيم كيف ما تنشاهدوا. ها هو غادي نتلاقيو الاضلاع مع بعضياتهم، ها هما 3 ديال السنتيمتر. البيكارت يساعدنا. هذا المعين ما فيهش كيف ما تلاحظوا ما عندوش زاويه قائمه، لان المعين ما تيكونش فيه زاويه قائمه، الا درنا ليه زاويه قائمه تيولي سميتو مربع. اذا غنصايبو دابا المستطيل. المستطيل غادي نشوفو هاد الضلع ديالو شحال فيه من سنتيمتر، فيه 3 سنتيمتر ونصف، ها هو ونصف. اذا غادي نديرو هنا نحاولو يكون الضلع هذا يكون النصف ديالو تقريبا كيف ما تنشوفو، يكون فيه النصف. الا كان فيه هذا نديرو ما تقريبا 2 سنتيمتر تقريبا، غادي نديرو ليه واحد 2 سنتيمتر. ضروري يكون هو، لان المربع فيه زاويه قائمه، لانه هو بحالو بحال مربع غير الاضلاع ديالو ما تتكونش متساويه. ها هو 2 سنتيمتر. دابا غادي ناخذ البيركار عفوا، غادي نقيسو هاد غادي نحاولو نديرو هنا واحد الفتحه، نقيسو هاد العرض هاد المضلع اللي هو العرض ديال، نحاولو عاوتاني نديرو واحد. اذا هنا في هاد الملتقى غادي تلاقاو هاد الاضلاع بجوج، ولا الا قارناهم بالبيكار غنلقاهم نفس ها كيف ما تلاحظوا 3 ديال السنتيمتر ونصف، تيجي تماما هنا 2 ديال السنتيمتر. ها هي كيف ما تلاحظوا، ها هي، ها هو المستطيل. له كل ضلعين متقابلين متوازيين. اذا هو هذا. غادي نشوفوا دابا المربع كيف ما قلنا، المربع عنده زاويه قائمه ضروري. المربع والمستطيل غادي نقيسوا هذا الضلع ديال المربع ونشوفوا شحال فيه من سنتيمتر. فيه 3 ديال السنتيمترات. هو اذا غادي نديروا ليه هذا الضلع هذا يكون فيهم 3 سنتيمترات وتكون فيه زاويه قائمه كيف ما تلاحظوا هنايا. حاولوا 3 سنتيمتر. اذا دابا غناخذوا البركار وغادي نقيسوا الاضلاع. المربع كل اضلاعه متقايسه و متوازية. إذا غنديرو الضلع هنا، واخا غادي يخرج لنا شوية لكن ماشي مشكل. إذا موصل لينا الشهادة، وصل لينا آخر الكتاب. نشوفو دابا 3 ديال السنتيمتر هي هادي، جاتنا مع الهامش ديال الكتاب. غادي نعتذر خرجت شويه على اللي. اذا هذا كل ما يخص صفحه 15 من المفيد في الرياضيات المستوى الرابع الابتدائي. تنعتذر بزاف لقلة التركيز، عينا شويه استسمح. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.